صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج سمسار في دبي. احنا اليوم متواجدين بجميره فيليج سيركل وتحديدا ببناية ذا ويف، والبادجت تبع العميل اليوم تتراوح بين 45000 و70000. فانا جهزت له تو اوبشن، ستوديو وان بيدروم، ودلوقتي العميل تبعنا مستنيني جوه. يلا بينا، تعالوا معايا. مرحبا عمر، كيفك؟ شو الاخبار؟ تمام. كيف الامور تبعك؟ الحمد لله تمام. كيف الاخبار؟ كيف كان الطريق؟ لا لذيذ والله، مش طويل. حلو. اكيد انت بتعرف المنطقه دي صح؟ يعني لحد ما الخيل هي سهله لان هي موجوده على شارع الخير وكمان على تقاطع حصه، وقريب على كل شيء. لو بتعرف انت حتى على المولز وهيك، يعني كثير قريبه. لا وطريق كويس، حلو على الخيل بس. طيب انا اليوم جهزت لك استوديو، جهزت لك وان بيدروم. انه انت حكيت لي انه البادجت تبعك بين 45000 ل 70000، فانا جهزت لك استوديو والوان بيدروم، وكمان جهزت لك ديل حلو قوي، فخلينا نكتشفه مع بعض. متحمس؟ يلا تفضل 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 عمر. تفضل. تفضل. وصلنا دلوقتي، حفرجيك الوان بيدروم اللي هي موجوده في الطابق الرابع، وبعدين بفرجيك الاستوديو. بس شو رايك في الديكور وفي الكوريدور؟ لذيذ، حلو الديكور جدا. دلوقتي وصلنا على الوان بيدروم، يلا تفضل. ايه رايك؟ دخلتها حلوه. الدخله حلوه بس بعدين بنشوف. التكييف هو اهم حاجه، بس كده اجيب الوش. هي مساحتها 1600 قدم مربع، كبيره يعني هيوج. في هون على ايدك اليمين ده حمام الضيوف، يعني حلو كده البلاك والبيج والالوان حلوه قوي. شفت حتى الميرور هيك على طول الحائط، يعني حلوه والالوان والسبوت لايت. تفضل. في هنا على اليمين في عندك كمان ستورج ستور، فكمان لو شفت يعني واسع جدا، فلو عندك كده حاجات او اغراض وكده فممكن تحطهم هنا. يعني ايه رايك هنا؟ بقى هنا خلاص ابتدينا في الجد، في الاساسيات. هنا شفت مساحه الليفينج روم حلوه قوي، كبيره المساحه تبعها. شفت حتى هون الاي سي كده سنترال، ومن هنا على ايدك شمال في المطبخ. المطبخ كمان واسع، والحلو انه هو مستغلينه فكل الاجهزه اوريدي مخفيه ورا الديكورات. في هاي الفريج، ده الفريج، ودي الخزائن كمان لو شفت هنا، يعني كلها واسعه. ففي سبيس في سبيس في المطبخ. وفي عندك هون الغاز بوتاجاز هنا. في عندك كمان حتى هنا لو انت شايف في رفوف، في ادراج وكده، فكلها يعني رفوف وادراج، فهي بترفع يعني كثير. وبعدين انت يعني اظن يعني ولد ما بتطبخ كثير، ما بتستعمل كثير المطبخ. لا للاسف ما ليش في الكلام ده. انت قلت لي كان اهم عندك هو المساحه، تكون مساحه حلوه انك بحيث انك تقدر تتحرك وكده. فبس لو شفت حتى كلها رفوف واسعه. في هنا الغساله، تحط هنا الغساله، يعني حتى هيك يعني شفت حتى المكان كده والمطبخ يعني حلوه قوي. حلو ستايل جميل لذيذ، والستايل لو شفت حتى السيراميك والتايلز هيك الكالرز كثير عجبني صراحه. كالرز كثير كثير شيك، يعني حتى الكالرز تبع السيراميك والتايلز بتحس بيلبقوا اي شيء، يعني حتى لو اخذت اي فورنيتشر اي كالرز بتحسه بيتماشى معه. في هاي الليفينج روم شفت حتى مساحتها واسعه جدا حلوه، فممكن تحط هنا التي في، فممكن بعدين تظبطها انت على طريقتك. عرفت الحاجه الحلوه انها يعني ممكن تتظبط انه هي جايه كده ال شيب، فممكن يعني تحط هنا تلفزيون وهنا صوفا او العكس، فده على حسب يعني ذوقك. ولو شفت حتى السبيس تبع الليفينج روم يعني واسع، فممكن انت بتتصرف على طريقتك، يعني ممكن تغير الصوفة تحطها الناحيه دي وتجيب التي في هيك كده، او تخليها بالعكس. انا عندي سؤال بقى، فين البيدروم؟ دي صوفا بيد ولا ايه بقى بالظبط؟
لأ البيدروم هي فوق إنه هاي دي دوبلكس ودي أول سربرايز أو مفاجأة لإلك. تعال نشوفها. تفضل. شفت حتى هون الدرج يعني في سبيس ممكن اثنين أو ثلاثة يطلعوا مع بعض. بعدين شفت حتى ألوان السيراميك ففي بصراحة منور يعني البيت هيك في إضاءة بالبيت. وبعدين رياضة حلوة إنك تصحى الصبح وتنزل على طول بالدرج رياضة. في هون عندك الحمام، في عندك هنا الباث تاب والسينك. حمام كبير جدا كبير. وبعدين الألوان كده البيج مع الخشب كتير كتير راقي وكلاسي حلو. أحلى حاجة عجبتني في البيوت هنا إنه الألوان حلوة قوي، السيراميك والتايلز كده إضاءتهم يعني حلوة. شفت حتى هون الخشب. دي الغرفة. دي المفاجأة بقى. دي المفاجأة. إيه رأيك في الغرفة؟ حلوة جدا، لايقة برضه. والسبيس كمان حتى السبيس حلو جدا كبيرة. عشان انت كنت قلت لي اهم حاجه تكون حاجه واسعه، ما بحبش حاجه ضيقه، بحس حالي انه بتكتم على نفسي. اتذكر اول مره لما شفتك فقلت البيت شيء يعني هيك يعني شرح واسع و شرحه وبرحه زي ما بنقول عندنا. هي شرحه وبرحه صح. فدي في كمان هنا عندك خزينه في سبيس ثانيه. اتفضل شوف، في هنا خزاين على اليمين وعلى الشمال. كمان شفت حتى الالوان الخشب والبيج يعني كتير هيك متماشي كله مع بعض. ففي سبيس فهي مناسبه انت شخص واحد اوريدي هون لحالك. بعدين في عندك الستورج روم وكمان عندك كتير خزائن يعني. في كمان عندك هنا ميرور، في ميرور كمان. لا ممتاز حلو. فحتى هون انت بتحسها كانهم عاملين يعني سبيس بس للتياب وانك تغير وتشوف نفسك وميرور وكده، فهم مستغلين المساحه كلها. وهنا لو انت شايف شفت الفيو حلوه قوي ومنظر حلو بعد. في منظر حلو جدا. ده طبعا البلكوني تبعك، بعدين بننزل نشوف البلكوني. بس الفيو حلو قوي لو شفت حتى هنا يعني السيلينج عالي فبيعطي سبيس. دلوقتي خلينا نروح نشوف البلكوني. اتفضل. ايه رايك في البلكوني؟ مساحتها البلكوني كتير واسعه جدا. بعدين فممكن هنا تحط هيك يعني تحطي طاولة، تحطي قاعدة كده وتكون هيك انت وصحابك اكيد انت لحالك اكيد. في الشتاء اكيد. بس قول انت هنا يعني 3 شهور بس صيف، بقية كلها يعني ممكن تستغل المساحة، ممكن تستغل البلكوني. بقى انك انت بتحب المساحات الكبيرة حلوة قوي يعني. حتى الفيو شفت بين بناية وبناية اوريدي في سبيس، ففي عندك البرايفسي تبعك. حلو. وبعدين انت لحالك هون فاكيد يعني بيكون هيك صحابك او حدا من الفاميلي يجي او كده، فحلوه البلكونه انه بتتعمل قاعده كده كبيره حلوه. تحط تطلع حاجات هنا وتعمل فيها حاجات كتير. بعدين واسعه، واسعه جدا. شفت هنا، عايزه افرجيك هنا، شفت هنا دايركت انت من البنايه تبعك بتطلع على شارع الخيل. فلو بدك تروح على البيزنس باي، بدك تروح على دبي مول، كله بتعرف انت شارع الخيل بيودي على كل الاماكن هاي. دي ميزه من ميزات ال فهي دايركت على شارع الخيل، يعني حتى لو انت جاي كمان من هنيك دايركت من شارع الخيل تدخل على البنايه تبعك. وبعدين هنا ما فيش زحمه ابدا يعني، انت دايركت يعني على الخيل وتروح، يعني ما فيش زحمه الصبح لو بتروح على شغلك وكده، ما فيش زحمه. انت شغلك بالداون تاون؟ في الداون تاون. فهو قريب اظن ماكسيموم 15 مينت او 10 مينت من هون للداون تاون، وبعدين ما فيش زحمه ابدا، يعني هاي طريقي كل يوم فحفظها. انت حافظها؟ فصدقني ما بياخذ منك 15 مينت ولا مره شفت زحمه الا بعيد الشر لو في اكسيدنت او كده كده، بس ما فيش زحمه. تفضل دلوقتي حنروح نشوف الاستوديو، يلا. ماشي يلا بينا. دلوقتي هنروح نشوف الاستوديو. انت قلت لي انك كنت متخوف شويه من الاستوديو عشان المساحه. المساحه فانا مش هحكي شيء، هخليك انت تشوف بس لحالك. طيب. شو الفرصه او شو الاوبشن اللي انا جبتها لك اليوم؟ هو بالطبقه الرابعه. تفضل. دلوقتي وصلنا للاستوديو. تفضل.
ايه رايك؟ هاي الاو وانت هون دلوقتي، خلينا نفوت بس جوا وقولي ايه رايك. تتخيل المساحه دي للاستوديو يعني حلوه جدا. مساحته كام ده؟ ده مساحته 570 سكوير فيت، فمثل ما قلت انت مساحته كبيره جدا. وبعدين تعرف ليش هي مساحته كبيره جدا؟ عشان هم كل مستغلين كل حاجه. وشفت لو هنا شفت الخزائن، انت ايه رايك شو بتقول دي الخزائن؟ على فكره ما سالتنيش حاجه في الاستوديو. اللي هي انت شكلك ما بتحبش ابدا المطبخ. الطبخ ما لاحظتش انه ما فيش مطبخ في الاستوديو. هي ما فيهاش مطبخ حاليا، بس مش بالنسبه لي مش في مطبخ. في هنا مطبخ. افتح يا زمزم دي. اه ايه رايك في المطبخ؟ حلو جدا البلد اللي معمول فيه، ممتاز، حلو جدا. ففي هنا عندك الكوكر، ممتازه دي، ممتاز جدا. سبيشال انت قلت ما بتطبخش كتير وانت شخص واحد، فممكن يعني شاي قهوه، شاي ممكن شاي قهوه بس، قهوه بس، مفيش برجر، مفيش مفيش ساندويتش، مفيش اي حاجه. اومليت، اومليت اتليست. لا 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 ابدا. طب ده مناسب لإلك جدا. ممتاز، لا حلو جدا. بعدين شفت المطبخ كله مخفي يعني ورا الديكورات، وده بيدي السبيس. في عندك كمان هنا الاوفن، الفرن. شفت عندك مساحات يعني كبيرة جدا ممكن تستغلها هنا. وفي هنا الفريتش كمان مخفي ورا الديكور. أكيد بدك فريتش، تقول لي ما في، لازم ضروري يعني الفريتش دي أكيد. في هنا الخزانة كمان، شفت حتى الخزانة كمان واسعة، ممتازة جدا. تانية أكيد شماعات. بعدين لو شفت هنا ممكن تعلق البدل والحاجات، ممتازة، حلوة جدا. شفت حتى الفينيشينج والماتيريال والخشب، حلو جدا، حلوة وألوانها ماشية مع الحيطة كده. اه الفينيشينج تبعها هايل جدا. بعدين هيك يعني في واسع صراحة يعني الاستوديو، ما تتخيلش المساحة دي للاستوديو صح؟ فمساحته يعني للاستوديو صراحة كبير جدا. ودي ممكن انت حتى تغير الديكور او تغير، ممكن هنا نحط التلفزيون، هنا تحط التخت. هو في سبيس، فممكن انت على يعني تأففه على طريقتك انت وترتبه على طريقتك انت يعني على ذوقك انت. فشفت حتى هونيك يعني في هاي السمول ليفينج روم، وهنا فممكن انت لو عايز، انت قلت عايز مكتب وكده عاجبك المكتب، فممكن حتى مكتب صغير هنا، او ممكن تغير حتى الباد هناك، تحط تلفزيون هنا. فبصراحه في مساحه يعني، مساحه 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 يعني ممكن انت تغيرها. تعرف لو بتعرف في فكره كمان، لو هيك بدك يعني عم بعطيك افكار. في فكره كمان، لو ممكن حتى تحط هنا ستاره او برديه، فبتقسمها، ففيك هوك ممكن يكون هاي الصالون وهون يكون الليفينج روم. فانت كده كانك يعني ان مساحته، انه مساحته كانه انت ماخو يعني وان بيدروم، يعني كانك انت وان بيدروم. فممكن عرفت في هاي حتى الستائر دلوقتي اللي طالعين كده بيكونوا خشب وبيكونوا هيك فيري كلاسي يعني. وفي هنا على ايدك اليمين البلكوني، استوديو واسع وكمان في بلكوني. وهي البلكوني شفت مساحتها حلوه جدا، واسعه كبيره بالنسبه للاستوديو طبعا. فممكن تحط هنا يعني طاوله وكراسي وكده. شفت حتى هنا المباني هيك يعني بعاد على بعض، فكمان في برايفسي، ففي برايفسي في المكان. مثل ما قلت لك شفت هاي هون اوضح، شارع الخيل دايركت يعني تطلع دايركت على شارع الخيل. وبعدين كمان جايه بالانترس دايركت تبع الجميره فيليج، البنايه دي. ودلوقتي خليني اروح افرجيك الفاسيلتيز الموجوده بالبنايه. اتفضل. تعرف من كتر ما انبهرت بالمساحه وبالاستوديو نسيت افرجيك الحمام. فقبل ما نروح نشوف الفاسيلتيز نستنى بلكي يكون كمان مخفي ورا الديكور. لا الحمام مش مخفي ورا الديكورات، ده الحمام. في عندنا هون عندك الباثتاب وعندك السينك، كمان لو شفت حتى الوان والفينيشنج تبعه فينيشنج حلو. حلو.
والله مساحته كويسة بالنسبة للاستوديو، مساحته كبيرة كمان. وبعدين حتى في الاستوديو أحيانا بتلاقي ستاندينج شاور، بس في هون كمان بطل. حلو جدا. دلوقتي خلينا نروح نشوف الفاسيلتيز. تفضل. هروح افرجيك البول بعدين الجيم. وهاي البول. كده البول. ننزل بقى في الحر ده دلوقتي. لا لازم ضروري واحد ينزل في الحر. بعد اليوم الطويل انا وانت ضروري يعني لازم ننزل البول. فشفت كمان في الروف وكمان ده حلو، شفت المنظر والفيو حلو قوي. وفي كمان عندك في هنا عندك الشيزلون. لا حلو حلو. بعدين دايما البول لما يكون كده في الروف يكون هيك يعني منظره حلو. لا والله ساقع. لا اكيد هما بيبردوا، بتعرف هنا يعني حر الدنيا فدايما بيبردوا البول. بما انك ما بتحبش تطبخ اتليست بتحب البول والجيم صح؟ أكيد البول ده حبيبي، اي حاجه سبورت هتلاقيني فيها شغالين. حتى والله الفيو لذيذ من هنا. الفيو حلوه من هنا كمان. الفيو حلو كمان، الحلو انه البنايه دي دايركت على الشارع. لا حلو حلو فكره البول. في كمان حتى هون، في من هنا على اليمين وشمال، في كمان مكان هنا ممكن تقعد فيه وتعمل تان هون. تان اكتر من كده؟ لا الحمد لله راضيين بالتان بتاعنا. لو حدا من اصحابك بده يعمل تان اتليست. ودلوقتي خليني اروح افرجيك الجيم. يلا بينا ده الجيم. طبعا اكيد ده المكان المفضل للشباب. فشفت في كل الاكويبمنت هون اللي بتحتاجها بالجيم. في عندك تريدميل، في عندك كل الحاجات للمسلس. في كمان هونيك الاوزان كله. في عندك حتى هون يعني شاور هيك بالجيم. في شاور بالجيم. شفت كل الاكويبمنت يعني موجوده. انت مشترك في نادي رياضي ولا الانسان جاري؟ بس جاري لي ضغط. اوكي سو يعني اكيد يعني بتكون فحلوه يعني مناسبه للبنايه. بما انك انت مش مشترك بنادي فممكن بس تيجي ساعه او ساعه ونص تلعب هيك رياضه. ودلوقتي خلينا ننزل تحت عشان نحكي بالاسعار في البرايسز. وانا خلاص خليك معايا دلوقتي بعدين هقول لك شو النقطه اللي كنت عايزه افاجئك بيها. اتفضل. فدلوقتي هنحكي في اهم نقطه اللي هي السعر. طيب انت كنت لو اول ما تقابلنا قلت لي البادجت تبعك بين 45 و 70000. طيب خلينا في الوان بيدروم احسن. الوان بيدروم 70000 حقها، والاستوديو 36000. لا بتهزري. لا 36000. 36 36000. عشان كده انا اول ما قابلتك قلت لك انه انا صراحه لقيت لك يعني فرصه حلوه جدا، بس خليك شوف الاول عشان تحكم وبعدين يعني تقرر. طبعا 36 وبالنسبه لوان بيدروم هي حلوه، بس 70 برضه على شخص واحد. هي شوف سعرها كمان مناسب مثل ما قلت انت عشان مساحتها كبيره 1700 قدم مربع، وبعدين هي دوبلكس يعني مش وان بيدروم. بس ممكن مثل ما قلت انت عشان انت لحالك وكده فممكن يو كان سيف يعني الماني، بس في الاخير بيرجع لك يعني القرار. لو عليا على الاستوديو طبعا، ان هي كان المفروض البادجت بتاعتي 45 ب 36، ففي توفير حلو جدا في الحته دي. وبعدين كمان هم فليكسيبل في الشيكات، فممكن انت تدفع من 1 شيك اب تو 9 شيك، يعني 9 شيكات من 1 ل 9 شيكات. ده ممتاز يعني على مهلي جدا. ان في الغالب الناس بتقول لك 3 و4. حلو جدا. 9 هي اغلبيتها 4 صح. النورمال بالماركت بيكونوا 4، بس في احيانا ديفلوبر بيكونوا يعني فليكسيبل. فهي من دفعه واحده ل 9 شيكات طبعا. والبرايس 36 والثانيه 70000. في الغالب طبعا الاستوديو طبعا بالمساحه اللي احنا شفناها دي، لا المساحه زي
عشان هادي بالضبط، عشان مساحته كبيره ومثل ما قلت انت شخص واحد، فما ما بدكش اكتر يعني من 570 قدم مربع يعني. في اولموست 10,000 متوفره، فالواحد يسافر بيهم احسن بقى. واحنا الصيف دلوقتي، فخلاص انت شكلك اتحمست وراح تسافر هلا. اه ليه لا، توفير 36 حاجه ممتازه طبعا، فرق 36 ل 45 طبعا. وبعدين لو انت هتاخده على كم من سنه كمان، كل سنه بتوفر المبلغ ده، يعني مبلغ وقدره صراحه. طيب ان شاء الله. طب الحمد لله انه انا قدرت الاقي لك، انت كنت محظوظ صراحه وانه لقيت الفرصه دي. وخلص خليني بس اجهز العقود ونمضي قبل ما تسافر ولا بعد ما تسافر؟ لا قبل على طول. طيب خلاص اوكي، بجهز العقود ان شاء الله وبكلمك. ماكسيموم اعطيني يومين ثلاثه ماكسيموم وبنعمل كل حاجه، وبعدين ممكن تحجز وتسافر. تمام ماشي، يلا ميرسي وتشرفنا بمعرفتك، وان شاء الله يكون يعني الاستوديو ده خير وبركه عليك يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. ومثل ما شفت معانا اليوم انه قدرنا نلاقي ديل حلوه كثير للعميل تبعنا، وقدرنا نوفر من البادجت تبعه اكثر من 10,000 درهم، حتى العميل تبعنا كان كثير مبسوط بالاستوديو وما كان يتوقع انه السعر تبع الاستوديو يكون 36,000. فانتظرونا بتشالنج ثاني وبحلقات ثانيه من برنامج سمسار في دبي. باي.